الكونتنت ماركتنج من الحاجات المهمه جدا جدا في الريل استيت، يعني من النقط اللي بنعتمد عليها كتير جدا جدا لو انت هتشتغل ماركتنج از تراديشنال او هتشتغل ديجيتال، سواء هتشتغل ديجيتال او هتشتغل ايه تراديشنال. طيب تعالى كده نشوف المفروض يعني ايه كونتنت، او ناخد كده حاجه كده سريعه عن الكونتنت. الكونتنت هو كل الكابشنز او كل التكست اللي بتكتبه او الكلام اللي بتكتبه علشان تقنع بيه الكلاينت، الكلام اللي انت بتكتبه علشان تقنع بيه الكلاينت وتقول له والله ده الانفورميشن او التفاصيل بتاعه الكونتنت او التفاصيل بتاعه البروجكت علشان يشتري وياخد معاه كول تو اكشن. يعني ما ينفعش كونتنت من غير كول تو اكشن. كول تو اكشن دي اللي هي ايه، او زي ما بنسميها السي تي اي، اللي هو انت لازم تدي له سبب علشان ياخد اكشن قصادك. يعني مثلا انا دلوقتي قلت له دلوقتي تقدر تحجز في مثلا نيفيديا مثلا او بروجكت مثلا نور او ايا كان البروجكت ايه، انت بتقول له والله احجز معانا دلوقتي، او انت المفروض ايه خد معانا اكشن علشان تحجز وتاخد معانا البروجكت ده او تبتدي تشتغل على البروجكت ده. تعالى كده مثلا نشوف مثلا تمام، تعالى مثلا كده نشوف تمام البروجكت ده. خليني طيب بس نجيب حاجة مش إعلان علشان نبتدي نشوف. طيب تعالى مثلا كده، ده المفروض انت لو هتشتغل على كونتنت تمام، سواء الكونتنت ده على ويب سايت او الكونتنت ده على تفاصيل على السوشيال ميديا او ايا كان، فالمفروض احنا بنتكلم في الكول تو اكشن. يعني ما ينفعش تكتب كونتنت تمام وفي الاخر تقول له والله ما فيش حاجه يدوس عليها اكسبت. يعني مثلا الكول تو اكشن هنا محطوط ان هو يسجل بيانات، ان هو يكتب الاسم ورقم الهاتف والرساله بتاعت ده مش كونتنت، ده كوبي ارتكل كامل مكتوب. بس انا عايز اوريك فكره الكول تو اكشن. في الكول تو اكشن انت المفروض يكون في حاجه بياخد عليها اكشن، سواء اي بوست يكتبه او اي حاجه لازم أن يكون في اكشن محطوط تمام، لازم أن يكون في اي ايه اكشن محطوط. طيب الكوبي كمان لازم أن يكون في المعايير المهمه بتاعت الماركتنج، المعايير المهمه بتاع الكونتنت ماركتنج. يعني ايه المعايير المهمه بتاعه الكونتنت ماركتنج؟ يعني المفروض لازم أن يكون بيحتوي على هيدلاين، يحتوي على ايه، على هيدلاين تمام. يعني ايه؟ يعني لازم أن يكون ليه اساسيات، لازم أن يكون ليه ايه اساسيات. ما ينفعش ان انت تعمل كونتنت او تكتب كونتنت والكونتنت ده ما يكونش ليه ايه تفاصيل، او ما يكونش ليه يكون ليه عنوان. لازم الكونتنت يكون ليه عنوان، زي مثلا لو انا هكتب هنا الكونتنت تمام مثلا ايه افضل تمام، تعالى كده نحط هيدلاين افضل مشروعات الساحل مثلا الشمالي تمام الشمالي. حلو، طب ده مثلا ده هيدلاين، ده بنسميه هيدلاين او ده بنتكلم عنه كأنه المفروض بيجذب كلاينت نفسه ان هو يكمل. ايه افضل مشروع في الساحل الشمالي؟ طيب المعايير المهمه جدا بتاعت الهيدلاين لازم أن تكون واضحه وثابته، لازم أن تكون ايه واضحه وثابته. طيب يعني ايه واضحه وثابته؟ يعني ما ينفعش ان انت تكتب هيدلاين تمام ويكون الهيدلاين ده ليه مثلا مفتوح جدا، مفضل مثلا مشروع زي ما احنا كاتبين كده، ده هيدلاين مفتوح، ده ايه هيدلاين مفتوح افضل مشروع في الساحل الشمالي. طب لما انت ممكن تكتب حاجه تانية افضل تمام مشروع عاد الساحل الشمالي، ممكن احنا نحط بقى ايه في الاول كده خالص افضل تمام 10 مشروعات تمام في الساحل الشمالي. طب عايزين مثلا هيدلاين اقوى تمام، لازم تقول بالتقسيط مثلا تمام، بالتقسيط على 4 سنوات في الساحل تمام. مثلا هنحط بقى ايه، خلاص بقى نبتدي، خلاص احنا طلعنا فكره الكونتنت، نكتب ايه في الاول كده كده، نحط ايه نقول مثلا شاليهك في الساحل الشمالي، او افضل ايه مشروعات
ايه الساحل، الشمال، تمام. افضل مشروعات ايه؟ الساحل، الشمال. طب تعالى كده نشوف، المفروض لو انت هتشتغل على هيدلاين المفروض تشتغل عليه ازاي، والمفروض الهيدلاين بيكون فيه جزئين. الهيدلاين هيكون معاك فيه جزئين. اول حاجه لازم تشتغل على هيدلاين يكون شغال في حته الاس اي او، ويكون في السكور بتاع الهيدلاين نفسه. يعني ايه؟ يعني انت عندك جزئين لازم تخلي بالك منهم جدا جدا وانت شغال. تعالى كده مثلا ناخد الاكزامبل اللي احنا اشتغلنا عليه ده ونشوف التفاصيل بتاعته هتكون ايه. والله احنا قلنا شاليهك بالتقسيط في الساحل، بالتقسيط على 4 سنوات في الساحل الشمالي. طب تعالى كده، ده الويب سايت، تمام، اسمه هيدلاين ستوديو زي ما انت شايف كده، هيدلاين ستوديو. المفروض ان انت هتبتدي تشتغل على الجزء بتاع الكونتنت. هنا بيأناليسز ليك الكونتنت بشكل كام، الهيدلاين بشكل كام. يعني هنا بيقول لك والله انت الكونتنت بتاعك السكور بتاعه 46%، وكاي سي او هو مش مطابق بشكل كافي، انت محتاج تظبط الهيدلاين كاي سي او. تظبط الهيدلاين كاي سي او، هنا بيقول لك والله انت محتاج تستخدم كي ووردز المفروض جوه التوبيك وليها فاليو عادي عالي جدا، والمفروض ان انت تستخدم لونج كي ووردز سبيسيفيك، يعني كلمات مفتاحيه طويله، تمام. والمفروض تستخدم ايه التارجت كي ووردز بتاعتك. طب احنا الاوبجيكتيف بتاعتنا ايه هنا؟ ان احنا بشكل بسيط جدا جدا يكون الاي سي او بتاعك اخضر، تمام، اللي هو مثلا في حوالي 80% السكور بتاعك، والهيدلاين بتاعك سكور يكون 46. لا هنا لازم تعدي اكتر من كده بكتير. طبعا بنفضل نادد، تمام، في الهيدلاين لحد ما نطلع افضل هيدلاين معاك. يعني مثلا تعالى كده هنا افضل، تمام، شاليه في الساحل، تمام، بالتقسيط على 4 سنوات، تمام. تعالى كده نشوف المفروض هيدينا ايه، وبتبتدي تلعب على الهيدلاين لحد ما يعني والله انت اهو عندك 46 عليه بقيت 53، والمفروض ان انت الاي سي او عليه معاك، لان احنا استخدمنا كلمات زي ما احنا قلنا فيها بار وعالية. بتفضل تشتغل على الجزء ده وتكمل فيه لحد ما توصل للكيوردز والهيدلاين المظبوط بالنسبه لك، وتطلع هيدلاين يكون. طبعا هتاخد الانفورميشن دي وتبتدي اناليسز عليها وتشوف ايه المشاكل اللي عندك. عندك والله هنا التوبيك بالتقسيط ايه، في الساحل ده، دي من افضل او الكلمات اللي انت بتشتغل عليها عاليه، وسنوات والكلام ده كله. هو طبعا بيأناليسز افضل شريف الساحل بالتقسيط على 4 سنوات، تمام. تمام. طب مثلا لو جينا قلنا افضل 10 شاليهات في الساحل، تمام، بدون مقدم، تمام. تعالى كده نشوف المفروض هيشتغل معانا على ايه. طلع معانا 54. طبعا بنفضل نشتغل على الكلمة. طب الهيدلاينز دي هنجيبها منين؟ هناخد الهيدلاين ده، تمام، ونيجي هنا نقول والله نشوف التفاصيل ايه، تمام، ونشوف الهيدلاينز ايه. طبعا الادز مالناش دعوه بيها، تمام، بنيجي بعد كده نشتغل على الاجزاء التانية ونشوف في الكيوردز اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده ايه الكلمات اللي الناس بتدور بيها، تمام، قرية الساحل واسعارها للايجار وما الى ذلك. تبتدي تستنبط افكار من الكيوردز بتاعت الناس اللي بتسيرش بيها، تمام. ده جزء ايه الهيدلاين لازم تخلي بالك منه كويس جدا، وتشتغل زي ما قلت لك على الويب سايت ده علشان تجيب افضل سكور في الاي سي او وافضل سكور في الهيدلاين. طبعا الناس اللي مش عارفه الاي سي او، الاي سي او انت هنا بتشتغل، طبعا هناخد جزء في الاي سي او وهنشتغل عليه بشكل سبيسيفيك، لكن خليني اقول لك ان انت بنتكلم في الهيدلاين بتاعك لازم انت ككونتنت تكون فاهم كونتنت عشان تكمله في الاي سي او. طيب انت دلوقتي المفروض خلاص الاي سي او هي الكلمات اللي هتطلعك في بشكل بسيط جدا جدا، الاي سي او الكلمات اللي هتطلعك في النتائج الاولانيه، مش هتخليك في تاني صفحه ولا تالت صفحه ولا رابع صفحه بالكلام ده كله، الصفحات اللي احنا مش بنعديها، تمام. طيب ده اكيد كده ايه، ده ايه جزء ايه الهيدلاين، ده جزء الهيدلاين اللي انت لازما
تخلي بالك منه بشكل كبير جدا وتشتغل عليه بشكل كويس جدا. طب بعد كده عندك بقيت ايه الكونتنت هنشتغل عليه، وهقول لك المفروض تكمل الكونتنت ازاي عشان تكتب كونتنت ونراجعه سوا، وهقول لك كمان تعمل ازاي كونتنت استراتيجي والكونتنت